صباح الخير يا أصحاب أقلام الحراء بلبنان. من خلالكم بدي وجه هالرسالة. بشارة الراعي، راحتك على سوريا بالحقيقة بلفوق فيه، ولكن انت عندك نية تروح، ما بيقدموا لك روز روزات بباريز وطيارات خاصة إذا ما بدهم يستعملوك. أيدي حكي مع غيري فيه. ليك أول مرة راح وديله البترك تبع روسيا بعد ما اشتروه، بس قبل مصريات وعملن بالدول السنية العربية، صرف تشبع، بلش بالياس سركيس يشتري الياس سركيس والمجموعة تبعه. قبل اشترى بيت فرنجية سليمان فرنجية وبنته سونيا، وعرض عليه سليمان فرنجية قالوا بتعمل وزير محل عبدالله الراسي، ما قبيل، بده يخش على بيت الأسد وما بده مني بيت فرنجية لأنه راسه كبير، اني انا بشحد مصريات انا بقدر بعمل زعيمي لإله. هلا بالمصريات الزيادة اللي عمله بده يعمل زعيمي مسيحي بالشمال، اني انا الزعيم المسيحي من نبات فرنجية، بس ما له قلب جبان في كتير امور بفرجينا انه جبان. لمن بيت الاسد عينوه وزير بكل الحكومات تبع الياس الهراوي وامين لحود، توفوا لانه هالمصريات ما كان معه هالقاد. شو عملوا بلبنان تيسوروا المصريات ما بعرف، اللي شريه بالأول كانوا مصريات الفايدة 10 و15 و20% يعني ايام الرئيس ريغان، تخليه يشتري مزرعة، تخليه يشتري أبارتمونات بعواصم الدول الجي 7 الثلاثة الأربعة المهمين، بس ما كان في هالميل هيدا. هيك كيف نعمل في أمور كتير؟ فهلأ شاري اليازجي وقال له بتعمل مشان يرضي بيت الأسد ويفرجيهم، بس على الغميق 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 بيهمه اثنين يروحوا، بيهمه بيت الأسد يروح وهو يقوى على بيت فرنجية، بيهمه يفرجي بيت فرنجية هو الزعيم مش صف تاني وراهن، كبر راسه كثير. هذا شيء بدك تفهمه يا حضرة البتراك، ولكن الثورة السورية ما بتقدر توقفها لي انت ولا غيرك، وسيبك من الحكي. بقوله للأستاذ روجي ديب، يا أستاذ روجي، طالما في المصريات ومسروقين من لبنان بهالشكل هذا وما في محاكمات على سرقة لبنان، شغلي منا مسحي، بده ينفتح تحقيقات بحكومات الياس الهراوي وامين لحود ويشوفوا المال كله كيف انعمل. لبنان هين، من خلال المصرف المركزي بتكشف كل شيء، هل حصلت بنوك ومؤسسات مالية بيضت عملة؟ بده كتير واحد ينتبه لي. فمشان هيك هلا بيض وجهه مع بشار الاسد وانه انا رح يدعي البطاركه المسيحيين انه هالاقليات وانت بتكمشن من جديد. لا، الثوره السوريه اكبر بكثير، اكبر بكثير، والمخطط المعلم اكبر من هيك بكثير. متاسف كثير على الرئيس باراك اوباما وعلى لورانس سمر وفولكر، تركوا البنوك يتفلس، تركوها تفلس وخلي خالد بن سلطان، أنا معهم، أنا عربي مثل ما ممكن كون مع الفرس ضدهم ومع إيران ضدهم، ولكن خليني يطرقلفوا من خيره ويرجع يركب على الجمل واحد مثل خالد بن سنطول. أنت محتاج لمؤسسات بلندن تفتحها مشان شو؟ مشان يرعوه؟ يحكوا عن الناس هذا رجل أعمال، هيك كل يوم بيطلعوا هالصحف، هذا رجل أعمال وهذا الكبير، تيقهروا الناس الباقيين. لا يا خالد بن سلطان، ولكن انا بمعركة المصير انا معك، انا عربي وانت خيي، بس في وقت من الاوقات والد بيضرب ابنه، انت لازم يطرقوا من اخيره، كانوا لازم يتركوا البنوك يتفلس، وهيدي سندات على الدول روحوا بضوء او على الشركات. شكرا والف شكر يا اصحاب اقلام الحراء بلبنان.